خسارة كبيرة جدا علينا كابتن عبد الرحيم محمد. هو يوم شكله مش لطيف، يعني يوم زي ما انت كنت اتفضلت وقلت يوم فيه ارهاق في شكل مش طبيعي بالنسبة لمنتخب مصر، حتى لو هنقارن بالشكل كان قدام اورجواي او قدام روسيا. احنا كان عندنا فرصة كبيرة قوي ان احنا نكسب روسيا في اول هاف تايم في مباراة روسيا، عندنا فرصة كبيرة جدا لو كان معانا محمد صلاح مفيش إصابة أو أي حاجة نهاية نتيجة إيجابية قدام أورجواي. إنما التاريخ والتصفيات والرؤية واختيار اللاعبين والمجموعة اللي مثلت مصر في كأس العالم وأسئلة كتير قوي وغيابات كتير قوي ولاعيبة محلية لا تستطيع أن تكون على المستوى الدولي حقيقة أنها تمثل منتخب مصر، ولعيبه تستطيع كانت انها تمثل منتخب مصر وكانوا من احسن الناس الموجودين على الموسم اللي فات، اسد حسين الشحات، وليد سليمان، عمرو السوليه جدا، عمرو السوليه. يعني الشكل اللي استوقفني شكل اللعيبه اللي هي بقت الانظار كلها على لاعبي نادي الزمالك اللي هم كانوا متاخرين جدا في الدوري وبشكل غير مقنع كانوا في المسابقه. اشوف ان الونش بيتاخد، شيكابالا حتى اتاخد وما اشتركش، ناس بقت مش عايز اقول حكايه اسامه نبيه انه موجود يعني هو المدرب العام، انما في شكل غريب جدا ان انا النهارده بتفرج على لعيبه لا لعبت ولا دخلت في الصوره، وكل اللي عملوه ان هم خدوا فكره عنهم كده في المباريات الوديه اللي احنا كنا بنعملها، اللي انا كنت ظالم الناس كلها بتتكلم على فرقه منتخب مصر وانا بدافع لانه كانت الماتشات كلها في رمضان، انا كنت بدافع عن اللعيبه بقول ان هي حاله رمضانيه، حاله صياميه، لعيب مش قادر يدي كل اللي عنده، اللعيب مش شارب ميه كويس، مش واكل كويس، مش تفكير طبعا لازم يبقى واقف. انما بعد المنظر اللي انا شفته النهارده مفيش لعيب بيخش على لعيب في مباراه السعوديه، بيسيبه يستلم براحته قوي، مش عايز يروح له ومش عايز يحاول، عايز فرقه السعوديه اللي تغلط ويعمل الكونتر اتاك السريع بتاع محمد صلاح اللي هو ترجم عنه الهدف الاولاني، وكان عندك فرصه انك تكسب 3 4 في اول هاف تايم. انا كابتن تسرع غريب من لعيبه محترفه، انا مش هقول دي لعيبه محليه بقى، لا طبعا لا يعني طبعا، يعني تريزيجيه لعيب محترف 3 4 كور زي دي المفروض يكون فيه اداء وبيلعب قدام السعوديه، يعني لا خايف لا بيلعب قدام برازيل ولا المانيا ولا من الفرق اللي هو حتى لعيبه روسيا. ده بالعكس كابتن قدام اورجواي كان بيأدي اداء احسن من كده، انت المفروض تبقى نادي مستريح نفسيا انك بتلعب مع فرقه عربيه زيك وكان في روح حلوه بينا وبين بعض معاهم في الملعب، انما انت ما ينفعش ان اللعيبه بتاعت السعوديه تسيطر عليك بهذا الشكل ولا وتستهين بيك. يعني انا كنت شايف ان في النهارده عدم مبالاه بالنسبه لفرقه مصر، زي ما يكون هم حاسين بفرقه مصر دي مرهقه مش قادره تقف على حيلها وكلام، وفعلا انا شفت كام لعيب النهارده لا يستحق انه يكون موجود في بؤره الضوء. ومن ايام ماتش هفكرك، من ايام ماتش غانا هنا في مصر احنا ما استلمناش الكره 3 4 مرات وجبنا جولين.